يعني او مسلمات يعني كلها لابسين الحجاب وكذا، ونفس مع الشيء شو وانه رايح المنطقة الإسلامية، السنتر الإسلاميك سنتر وراه على طول. صحيح. فكلها هاي المنطقة الجسر هاي معبي كلها بائعين بياعين. كلام صحيح. نعم يا باشا اقول لك حاجة. في من سوق بكلاران، تمام، مش فاكر لحد فين، في كوبري كده مش متذكر اسمه والله، في بريدج كده بس للسيارات، يعني المسافه بتاعت 5 كيلو او 6 كيلو. فانا وقفت تاكسي، الكلام ده اول، الكلام ده كان في 2015، فوقفت تاكسي، شافني اجنبي قام راح قال لي 600 بيسو. طبعا كانت المرحومه معايا. 600 بيسو؟ لا احنا هندور على تاكسي تاني. قلت له ولا ندور على تاكسي تاني ولا بتاع، تعالي ناخدها مشي. نعم، قلت له تعالي ناخدها مشي. مشيت مشوار 6 كيلو بالظبط مشي، اللي هو انا مزاجي ضربت في مشي خلاص مشي. اخدتها برضو من بكلاران لحد مول في قشه ماشي، رغم ان في رغم ان في جبني ب 10 بيسو، خدها من بكلاران لحد مول في قشه ماشي مزاجي والله العظيم. انا جيت في مره كنا رايحين يعني في اخر حاجه، تمام، كنا رايحين نعمل ورق في الخارجيه في تسجيل اللي هو الريد ريبون، بنغيره من الريد ريبون اللي هو الجولدن بيبر اللي هي الجولدن ريد ريبون ديت اللي هي التوثيق. فطلبوا مني اوراق، فاحنا عايزين نصور يعني ايه زيروكس، فما فيش في المنطقه دي ماكينات تصوير، فقالوا لي روح عند الاستوديو اللي هناك. خدت مشوار كده وانت رايح عند الاستوديو، الاستوديو قام راح قال لي الماكينه عطلانه، روح الاستوديو اللي بعد، خدت الاستوديو اللي بعده، الاستوديو اللي بعده، الاستوديو اللي بعده، الاستوديو واحد مسكر، واحد مقفول، واحد فاتح، واحد ما عندوش حبر، واحد مش عارف ايه، لحد لما وصلت فين؟ لحد لما وصلت مول في قشه ماشي. ماشي عشان اصور ورق. مسافه 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 كبيره بس مستمتع بقى، مستمتع. والله شو هذا مسافه بعيده. يكون انت من عند وين كنت بالضبط انت؟ هو قدام الفندق بالضبط اللي هو معاه الكتاب. الله قدام محل كتاب بالظبط. انا كنت قاعده اصلا في محل كتاب. يعني احنا كنا ننزل من الطرف على من عند نهايه مش بكلارن، عند التقاطع بين بكلارن وهي المنطقه نسيت اسمها، ننزل ناخذ جيب لمول في ايشا. ومسافه والله يعني حوالي لا وانا عندي جنب كمان في كان 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 في بارين شعبي، ويعني ما الناس ما تعرفش يعني ايه بار شعبي في الفلبين، ما تفهمش يعني ايه بار شعبي في الفلبين. ففي جنب محل كتا هوتل، تمام، في جنبيه بارين، ومن ضمنهم البار ده موجود فيه بلياردو وبتاع مش عارف ايه. فانا بعدي وانا اجنبي بقى كده حضرتك ماشي كده وطرزان، انا اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، وكل عمال اللي هو عارف، بص كلهم بيعتبروا سي سي تي في. لسه بكلم مرات النهارده ضحك موتع، قلت لهم كلهم بيبقوا عاملين زي سي سي تي في، كاميرات مراقبه، اللي هو اول ما تتحرك ماشيين وراك، ماشيين وراك متابعينك انت غريب. وايه اللي جابك في المنطقه دي؟ ما انت بنص المنطقه الشعبيه، يعني شعبيه الشعبيه. انت مين؟ انت غريب وجاي هنا ليه؟ انت جاي هنا ليه؟ جاي هنا كيف يعني؟ انت جاي هنا ليه؟ عادي يا عم اجي. ودخلت سوق ديفيسوريا، ودخلت توندو 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 توندو، من اكتر الاماكن الشعبيه. مشيت انا رحتها يعني توندو توندو، انا مشيت فيها الساعه 3 الفجر لوحدي يا باشا. توندو مشيت الساعه 3 الفجر لوحدي فرضاني طرزان كده 3 الفجر ماشي في توندو. توندو مشهوره ولقوا ايه في 2015 في توندو الساعه 3 الفجر ماشي لوحدي. في 2015 كانت توندو دي من اشهر الاماكن في المخدرات. توندو معروف، تحكي توندو ديفيزوريا، مناطق هاي الشعبية يعني بكلاران توندو ديفيزوريا هاي. طلقة نار وحتتكوم جنب على الرصيف، ولا حد هيعبرك في 2015، ولا حد هيعبرك، وماشي فيها لوحدك. ليه كلها الشغلات انتهت يا ابو احمد؟ الله يرحمها، لكن لسه في ناس بتصدر عنها لسه موجود. لا خلينا نحكي شغلة، هلا في منها لا يعني هلا انها انتهت بالاخير؟ لا ما انتهت. لا ما انتهتش بنسبه كبيره، لا ما انتهتش بنسبه 100%، لا يعني لسه ما زالت موجوده. يعني اسامه مش زي الاول، يعني ابو احمد ماشي الساعه 3 الفجر لليل ولا عليه انه يجي واحد هيك من 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 باب للطاقه يجي يضربه، يعني اتوقع صعب جدا، الا اذا كان في واحد بده منه هولد اب او يسرق بمصاري في هذاك الوقت يعني، او متبع له او متبع له. يعني هيك المفروض. وحتى لو متبعك يا باشا، انا بص لك حاجه، انا يعني دخلت في كذا مشكله، تمام، يمكن الاستاذ ابراهيم حضر معايا من ضمنهم مشكله، وبالصدفه يعني ايه كنت مسجل فيديو ونشرته بالغلط في اللي هو اي جي بي نوي، وهو الحين الحق الفيديو 12. انا دخلت كذا مشكله هنا، تمام، فانت هنا
ان كان المغفر بيجيب لك حق، لو انت ليك حق هتجيبه. نعم. البرنجاي بيجيب لك حق. نعم. المغفر بيجيب لك حق، الحكومه بتجيب لك غصب عن عين التخين، حتى لو فلبيني هيجيب لك، حتى لو كان مسؤول حتى لو كان مسؤول هيجيب لك. احنا شو بنحكي ابو احمد والحكي للجميع، انه لما الواحد يحكي انه والله الفلبين بلد امان، الناس بتركن بيجي هون بقول لك خلص، ما هي زي دولنا العربيه زي دول الخليج، بيجي لا باخذ حذره ولا اي شيء، وحتى دولنا العربيه برضو مش امان قوي لدرجه 100%. انا قصدي لما يوصل هناك، حتى اي بلد فيها امان، حتى لو انت يعني احنا يعني نعرف حوادث، حتى في انت بتطوف الكعبه احيانا بتنسرق منك انت اللي هو الحزام اللي انت لابسه. فهذا هذا شوف، لا يعني من منهي يؤتى الحذر. انت في الفلبين بلد انا نزلت اكثر من مره وعشت فيها، ما تعرضت لاي شيء الحمد لله رب العالمين. ليش؟ لانه عارف شو كل واحد يعني متقي حاله، عارف نفسه وخلص. اما انزل انا والله قدام الناس اكان نفسك عنطر، والله جاي اقول لك انا تدي فلوسك قدام الناس وتعيش بالدور على راضي مشخر، وهذا لا هذا ما بيصير. او عيش تعيش عنطر، تعيش عنطر زمانك عامل نفسك عنطر ان انت لا ولا 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 بيزبط في بلدك، حتى ولا بيزبط في بلدك. بتلاقي في الاخبار، انا يعني بشوف الاخبار كل فتره وفتره، يعني في حوادث قتل، في بالفلبين حوادث قتل، في بكون ماشيين بتراسيك المنضرب وكذا، لكن انت لما تيجي تقيسها النسبه والتناسب بين مساحه البلد تعداد السكاني على دول العالم، شو تشوف الدول يعني الدول العربيه يعني بلاش احد يجلد في ذاته في منه هذا الحكي. لكن بدك تنزل الفلبين بتدور على شيء، انت ماشي في حمام الله صعب جدا حدا يتعرض لك، واذا انت بتتواضع الناس بحبوه. اما تقدر تسوي حالك تتري العربي وتصير تفت فلوس وتعمل كذا هيك، لا والله باكلوك اكل، وبعدين بيجي بيقول لك الفلبين مش كويس، انت بالاول مش كويس رايح هناك، انت اللي مش مظبوط. صحيح. طب انت ايه رايك باللي بيروج بقى معلومات او 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 كلام غير مطابق للحقيقه، يعني غير مطابق لاي شيء من الحقيقه، انت ايه رايك في حاجه زي كده؟ اي واحد بيروج اي كلام غير مطابق للحقيقه فهذا مريض، يعني عنده نقص في ذاته. طب ما في ناس بتصدقه يا استاذ اسامه. طبعا في ناس بتبدا، لا في ناس بتحب بدها تصدق اللي هي بالهيئة. يعني انا مثلا بقول لك انه البلد مش امان، انا حابب اسمع من اي واحد انه يقول البلد مش امان، حابب هيك يعني انا من نفسي حابب اصدق هذا الشيء. لكن هل يبحث؟ انا جايبها لك باحصائيات يا باشا، انا جايبها لك باحصائيات وبرضه مش هيصدق، في ناس مش هتصدق انه بقول لك لانه ما بده ما بده، هو بيكون زي اللي بيدور على الفتوى مثلا انه على السرقه مثلا، والعياذ بالله هو بدور لا لا هو بدور على الفتوى لا تقربوا الصلاه، فيقول لك ولا تقربوا الصلاه. لو ابو احمد مين مكاني بيقول له كذا كذا بقول له لا انا سمعت من الشيخ الفلاني خلاص هذا هو. طب انت بدك لا تقربوا الصلاه، ايوه هو وقال لك لا تقربوا الصلاه وموجوده في القران لا تقربوا الصلاه، ما تزودش بقى. يعني فهو بده يصدق، بده يسمع من واحد فتوى اللي يرتاحها هو اللي بدور عليها، انت عارف. هيك صحيح، الناس بتصدق بتدور على هيك الاشياء. اما ربنا معاهم الناس دي. بس ان انا بزعل منه ان الناس تتفرق واسر تتفرق يا استاذ اسامه. الناس تتفرق واسر تتفرق بسبب ان واحد ينشر حاجه زي كده، تمام، وشخص غلبان يصدق الكلام، شخص غلبان ملوش اي حاجه في البطيخ يا عيني يضطر ان هو يطلق مراته. وزي ما قلت لك انا في شخص اعرفه معرفه شخصيه وافترق هو وزوجته، والاخوات الاثنين الاخوات افترقوا. نعم. يعني اخين من اب وام واحده وزوجين عاشوا مع بعض في الخليج مده كبيره افترقوا بسبب ان واحد كان بيقول معلومات زي كده، الفلبين ما فيهاش، الفلبين عملت، الفلبين كذا، الفلبين كذا، فاصبحوا اخين من بطن واحده ومن اب وام واحد، واحد في بلد والتاني في بلد، واحد بيتكلم لغه، انت عارف يعني انت عارف، انت متخيل المنظر يا استاذ اسامه؟ يعني الاب والام لو ماتوا، الاب والام ماتوا، انت عارف مصير الاثنين الاخوات دول هيفضلوا مش اخوات مدى الحياه؟ راح يتواصلوا ازاي؟ واحد بيتكلم تجالج والتاني بيتكلم ربع، يعني حتى اللي متاخد على امريكا ده لا محصل ان هو يتكلم مصري وينزل يتكلم مع المصريين، ولا محصل ان هو بيتكلم تجالج عشان يكلم اخوه ومعهوش جنسيه امريكيه، هياخد الجنسيه الامريكيه سي. لكن قاعد في امريكا، ده منه هو محصل ان هو بيكلم اهله في مصر، ولا منه محصل بيكلم امه ولا اخوه، والدنيا ضايعه، هو ده بالنسبه له اجنبي وده بالنسبه له اجنبي، والاب والام هم اللي عملوا كده. ليه؟ عشان شخص قال له الفلبين مش امان.